الدورة 41 لمهرجان القصور الصحراوية في تطاوين شارك فيها وفد ليبي، حيث تألق الفرسان على الركاب بحلة بهية وبزي تقليدي يبرز أصالة الهوية الليبية. ضمن الوفد الليبي المشارك في فعاليات مهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين، رفقة الأخوة الفرسان والعقلاني المشاركين من مدينة مصراتة، أجد نادي أحفاد سعدون السويحي، وأيضا نادي شهداء الإعصار من مدينة مصراتة. نشكر اللجنة القائمة على هذا المهرجان، وجينا اليوم نشاركوهم إن شاء الله أفراحهم، وإن شاء الله كل عام، وإن شاء الله رقبة الدائر، وإن شاء الله تكون مشاركة الوفد الليبي والفرسان الليبيين بمستوى المهرجان، واللي إن شاء الله نزورهم حتى في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. عروض الفروسية والملابس التقليدية والأنغام البدوية الصحراوية شاركت فيها فرق الفلكلور الشعبي من رجدلين، وقدمت عروض الأعقاد من مصر وفلسطين، إضافة إلى مشاركة الوفد الليبي بأعقاد من مصرات والعزيزية، حيث أثنى الجانب التونسي المنظم على هذا الحضور. نحيي الشعب الليبي الكل، الصديق نتاعنا والشقيق. الحقيقة هذه كانت أول مشاركة ليا في المهرجان هذايا، معناها مبهورة بالمستوى ومبهورة بالحضور اللي موجود والكثافة، خاصة الإخوة الليبيين المشاركين، ولاحظت جمال الزي نتاعهم الحقيقة، والضخامة والوهرة وهم متعدين، معناها تحس فما عمل متقن وفما حضور، وتحسك الشهامة والرجولة متاع الرجل العربي الأصيل، معناها تحس الأصالة وتحس تاريخ كامل جماعة ليبيا وجماعة تونس، ما شاء الله عليهم. حبيت نثني على المشاركة الليبية في هذا المهرجان من الناحية الفنية الموسيقية الثقافية، كانوا موجودين بامتياز في كل السهرات، الفرق الليبية بالحق نورونا، وخاصة أنه ليبيا أرض الكلمة وأرض اللحن المزيان، عملنا معهم أجواء كبيرة، والسهرات الحقيقة كانت متميزة بالمشاركة الليبية، وأيضا المشاركة في سباقات الخيول. اليوم احنا في ساحة الخيل كما تشوفوا، فما عرض مزيان، وأيضا ليبيا الشقيقة، ليبيا تونس، اللي هما ما يفرقوش مع بعضهم، أكيد احنا أرض واحدة وبلاد واحدة، نثنيو على هذه المشاركة، وإن شاء الله يا ربي تتواصل العلاقات طيبة كما بدأت. على إيقاع النجع والشعر الشعبي والأغنية البدوية والسهرات الفنية اختتم المهرجان، إذ أحيا العديد من الفنانين والشعراء التونسيين المهرجان وسط حشد غفير بالعروض الفلكلورية التي أطفت على المهرجان طابعا مغاربيا.